بالنسبة للسؤال الثالث بيقول لي assuming that the diodes in the circuit of the following figures are ideal, find the values of labeled voltage and current. وهنحل ال B بس، تمام؟ طيب نفس المسألة هي موجودة مرسومة هنا. طب هنعمل ايه؟ انا عندي ديود واحد، فانا عندي تو assumptions بس، يا اما ان انا اقول الديود ده اون واشوف القيم اللي بقى هتطلع لي valid مع الassumption ده ولا لا، واما اعمل assumption off واشوف الحالة ده هيبقى صح ولا لا. خلينا assume في الاول ان الديود ده اون، تمام؟ لو الديود اون يبقى الديود ده شورت سيركت، لو الديود ده شورت سيركت يبقى لازم يكون في كارنت، ولازم يكون فرق الجهد اللي يعني من البدايه للنهايه بزيرو، يعني في اي تساوي الفي سي، تمام؟ طيب دلوقتي انا عملت اسامبشن ان هو اون، فبقى عندي شورت سيركت، وانا عايزه في الاخر اثبت ان الاي اللي ماشي فيها لازم يكون باكبر من الزيرو، والفي اي لازم تكون بتساوي الفي سي، تمام؟ لو فكرت بس ابسط الدايره دي بحيث ان انا طبعا دول تو دايودز متوصلين مع بعض من النهايه، متوصلين مع بعض من البدايه، هما نفس النقطه، فهجيب الكوفلنت بتاعتهم هيبقى 10 في 10 على 10 زائد 10 هيديني 5، يبقى عندي شكل السيركت دي، وطبعا دي ستيل في سي ودي في اي. طيب لو هنلاحظ هنلاقي ان ال دي 5، الكرنت اللي ماشي هنا 5 ناقص في اي على 10، ودي 6 ناقص في سي على 10. طبعا الكرنت كده مختلف، تمام؟ الكرنت في ال الفرعين دول مختلف. لو انا عملت assumption ان الاثنين دول نفس القيمة، فالكرنت هنا مش هينفع، هتلاقي ان الناتج ال VA اقل من ال VC، في حين ان هم اصلا متوصلين بنفس ال resistance، فال assumption ده كده مش هينفع. فتاني ال assumption بيبقى مش valid لما بيكون الكرنت اللي انا عملت assumption ان هو on مثلا، لو الكرنت طلع اقل من zero كده wrong assumption، لو فرق الجهد في عند حوالين الديود طلع مش بيساوي بعض يبقى كده الاسامبشن ده غلط، خلاص. فكان المثال اللي فات مثال على ان الكرنت هو اصلا طلع الاسامبشن صح، بس ممكن يجي لي ان الكرنت اقل من الزيرو، ممكن يجي لي التو بوينتس مش ايه الفي بتاعتهم ايكوال. طيب احنا كده هنجرب اسامبشن تاني، ونقول انا اسيوم ان الدي ان الدي اوف، وطبعا لو الديود اوف هيبقى اوبن سيركت. اوبن سيركت يعني ايه؟ الفي اي مالهاش علاقه بالفي سي عادي، يعني مش قصدي يعني مش لازم الفي اي تبقى الفي سي بيساوي الفي سي، هما برانش وبرانش يعني كانها دايره ودايره. طيب فخلينا نجيب الكرنت اللي ماشي في الفرع ده خالص اللي هو 5 ناقص 0، او عادي الكرنت التوتال 5 ناقص 0 على ال 20. وطبعا الكرنت توتال بيساوي الكرنت اللي ماشي في الفرع ده زائد الكرنت اللي ماشي في الفرع ده 5، سوري الكرنت اللي ماشي، هما دول سيريز، فالكرنت اللي هنا بيساوي الكرنت اللي هنا، يبقى انا عايز اجيب الفي اي. فانا عندي 5 ناقص في اي على 10 بيساوي في اي ناقص 0 على 10. طبعا لو حلينا المعادله دي هيطلع لي ان الفي اي بيساوي 2.5. طيب بالنسبه للبرانش ده الكرنت الكلي عباره عن 6 ناقص 0 على 20، وده هيساوي ال 6 ناقص الفي سي على 10. لو حاولت احل المعادله دي هيطلع لي الفي سي، ممكن احلها بطريقه ثانيه، وان انا اقول ان 6 ناقص في سي على 10 الكرنت اللي ماشي في الجزء ده هو الكرنت اللي ماشي بجزء لانه سيريز، اللي هو بيساوي الفي سي ناقص في 0 ناقص 0 على 10
ستة ناقص في سي على عشرة بيساوي في سي ناقص زيرو على عشرة، هيطلع الفي سي في الآخر بتلاتة. طيب مبدئيا لو انا عملت assumption ان الديود ان الديود بأوف، يبقى الكرنت بإيه؟ بزيرو. انا كده عرفت كنترول كرنت. عايزة اعرف بقى، اعرف ان الاسامبشن ده فاليد ولا لا، لما اشوف قيم الفيهات. ان لازم الفي اللي حوالين الديود لازم يكون ايه؟ اقل من الزيرو. الفي حوالين الديود لازم تكون اقل من الزيرو. طبعا بوزيتيف ونيجاتيف، الفي اي ناقص الفي سي لو طرحتهم من بعض، لو اداني رقم اقل من الزيرو يبقى انا كده الاسامبشن بتاعي صح. تمام؟ طيب خليني اطرح ال انا طلعت ال في اي ب 2.5، طلعت ال في سي ب 3، يبقى طرحهم بكام؟ في اي ناقص في سي اللي هو 2.5 ناقص 3 هيطلع بسالب نص. هنلاحظ ان ال في اي اقل من ال في سي. ده valid assumption او correct assumption، وبالتالي ال في اللي هو عايزها بسالب نص في النهايه، ال في اللي هو عايزها بسالب نص والاسامبشن ده صح. تمام كده؟ ده بالنسبة للسؤال الثالث، ودي دي الأسئلة اللي كانت مطلوبة في شيت 3.